يا لها من لقطة، يتقدم محسن متولي يا رب. الرجاء يعود مرة أخرى، يبقى في البطولة، يردد المغاربة أولى بكأسها، تحمل اسم محمد السادس، هم أولى بكأسها. هكذا يرددون. محسن متولي صانع الآمال، صانع الأفراح، يسجد في هذا التوقيت، يحتفل في هذه اللحظات، لحظة تغير فيها الحال، كأنه قائد الكتيبة. عرضية رأسية، مستحيل مستحيل، نتيجة الفحص سلبية، نتيجة المشاركة إيجابية. يا ملانجو إيجابية يا رجاء، الثاني للرجاء العالمي، الثاني للنسور في هذا التوقيت، الثاني لمن كنت ترجع من جديد إلى الجبيرة. ملانجو وقف، سيطر، حظا دار، مرر لجبيرة. يا لعيب يا لعيب سفيان رحيمي، لكن الرجاء قاسي، لكن الرجاء قاسي، لكن الرجاء قاسي. يا إسماعيلي الرجاء إلى المباراة النهائية في الرباط للمرة الثالثة في تاريخه. بنحن